مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار بالعربية من دياسبورا تي في في سويسرا. معكم أمل بوشيبة، وإليكم عناوين النشرة. ارتفاع خط الفقر في سويسرا في العشرية الأخيرة، والمؤسسات الاجتماعية تدق جرس الإنذار. التقرير السنوي عن الهجرة يصدر أخيرا وبالعديد من اللغات. 1 2 3 فيفا الألجيري. الجزائر بطل كأس أمم إفريقيا لسنة 2019 بعد فوزه على السنغال. قوى التغيير تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بالسودان، والشعب يخرج في مظاهرة مليونية يوم 30 يونيو الفارط. وإقبالا غير مسبوق يشهده الاحتفال بيوم إفريقيا لهذه السنة بالعاصمة بيرن. وفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي، يعاني أكثر من 670 ألف شخص من الفقر في سويسرا. إذا ارتفعت نسبة الأفراد المتضررين من تدني مستوى المعيشة من 7.5% إلى 8.2% بين عامي 2016 و 2017، أي بزيادة تناهز 10%. أكثر الفئات تضرراً هي تلك التي تعيش بمفردها أو في أسر وحيدة الوالد، والتي تعيل أطفالاً تقل أعمارهم عن 18 سنة، وأولئك الذين لم يتحصلوا على أي تدريب بعد الدراسة الإلزامية، والذين يعيشون في أسر كل أفرادها عاطلون عن العمل. هذا ما تفيد به الإحصاءات الاجتماعية السويسرية عن بداية سنة 2019. كما تأثرت الفئات التالية بشكل خاص رغم أنها غير عاطلة عن العمل، أولئك الذين عملوا لفترة قصيرة في السنة أو تركوا العمل، أو أولئك الذين عملوا بدوام جزئي، وأصحاب المهن الحرة الذين يعملون لحسابهم الخاص، وأصحاب العقود المؤقتة أو العاملين في الشركات صغيرة الحجم. أظهر تحليل أجراه المكتب الإحصائي في سويسرا أن عدداً أكبر بكثير مما كان متوقعاً من الأشخاص يعانون من الفقر في سويسرا، فعلى مدار السنوات الأربع الماضية كان حوالي 12.8% من السكان قد عاشوا الفقر لمدة سنة على الأقل. نشرت أمانة الدولة للهجرة آخر تقرير لها عن الهجرة لسنة 2018، ويتضمن التقرير معلومات هامة عن السكان الأجانب بسويسرا، وعن الهجرة والتوظيف وتأشيرات شنغن والتجنيس والتعاون الدولي واللجوء في سويسرا، وهو يعتبر تقريراً هاماً لجميع المهاجرين الذين يعيشون في سويسرا. لتنزيل نسخة عن هذا التقرير يرجى زيارة الموقع التالي www.sam.admin.ch. تمكن منتخب الجزائر لكرة القدم من تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها 32 المقامة بمصر، بعد فوزه على المنتخب السنغالي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استادي القاهرة. ولم يحتج منتخب الجزائر إلى أكثر من دقيقة ونصف بعد بداية اللقاء حتى تمكن بغداد بنجاح من إحراز هدف الفوز من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وتعد تلك هي المرة الثانية التي تتوج فيها الجزائر باللقب القاري، بعدما نجحت في حظه لأول مرة عام 1990، ليتحقق حلم طالما داعب خيال المشجعين الجزائريين لقرابة 30 سنة. وبهذه المناسبة نهنئ الشعب الجزائري في داخل وخارج أرض الوطن بهذا الانتصار. عاش السودان يوم الأحد 30 يونيو جوان الماضي مظاهرة مليونية مطالبة بتسوية الوضع السياسي في البلاد وتحقيق أهداف الثورة السلمية التي يخوضها الشعب السوداني منذ أشهر. وتضامنا مع التحركات في الداخل، خرج السودانيون المقيمون في سويسرا في مسيرات ووقفات في العديد من المدن السويسرية كجنيف وبيرن. رافقت دياسبورا تي في الوقفة الاحتجاجية التي أقامها نشطاء بالمجتمع المدني وممثلي القوى السياسية السودانية بمدينة بيرن. 30 يونيو بيعني لنا احنا في الشعب السوداني، للشعب السوداني عموما يوم كان بداية مجزرة بالنسبة للشعب السوداني. لذلك احنا الآن واقفين هنا، احنا وجينا اجتمعنا كده
تخليدا للذكرى كانت بداية لقمع وتشريد وقتل الشعب السوداني. اليوم الشعب السوداني كله طالع في كل أرجاء العالم بما فيها الداخل السوداني، وبنادي بمدنية الدولة في السودان. لذلك نحن اجتمعنا هنا من أجل ندعم هذا الحراك. طبعا اليوم ده هو قام من أجل الحاصل في السودان، من أجل الثورة والشهداء، ومن أجل دعم كل الناس ضحوا في السودان بأرواحهم، ومن أجل كل الجرائم اللي حصلت في السودان. يعني هي أشياء صعبة، من اغتصابات، من قتل، من يعني تعذيب للناس. فالثورة هي شيء حق يعني لكل الناس، ومن حق كل إنسان يعبر عن حاجة هو عايزة. لكن تم يعني قمع الثورة بالاضطهاد وبالقتل والاغتصاب. نترحم أولا على كل من فقدنا، على أرواح الشهداء، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، ولكل الدموع التي قد سكبت بسبب كل الجرائم التي قد ارتكبت ضد شعبنا المسالم. بنشكر كل الجهات اللي وقفت معانا، من الاتحاد الأوروبي إلى غيره. ورسالتنا بمنتهى البساطة كما ترونها: حرية وسلام وعدالة، وهي في الأصل لب مضمون حقوق الإنسان. تم الاحتفال بيوم إفريقيا لهذه السنة في فندق بيلفيو بالاس أوتيل ببيرن، ويعتبر حدث هذا العام أكثر الأنشطة رواجاً وأهمية للجالية الإفريقية بسويسرا، حيث شارك فيه أكثر من 500 شخص، وقد قدمت عدة سفارات إفريقية عروضاً ومنتوجاتاً لبلدانها، بالإضافة للخدمات السياحية والتجارية الحديثة والمتنوعة. التقى فريق دياسبورا تي في بعض ضيوف الاحتفال. إليكم التفاصيل. Au moment où nous célébrons le 56e anniversaire de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, précurseur de l'Union africaine, il nous paraît opportun de se souvenir que lorsque les pères fondateurs de l'OUA décidèrent de se réunir en son sein, c'était sur la base d'une vision commune de l'Afrique que nous voulons. Aujourd'hui consigné dans l'agenda 2063. Tous rêvaient d'un continent uni, dans lequel la dignité des êtres humains serait préservée. أنا محمد ونلا من الجزائر، من الصحراء الجزائرية. يحصل لي شرف أن كل عام أحضر إلى هذا الحفل الإفريقي بيلفي بيرن، ويعجبني التنظيم، وأشكر السفير الكاميرون الذي كان كل سنة يرسل لنا كرئيس مجموعة السفراء أفريقيا، يرسل لنا هذه ويعزمنا لهذه الحفل، والتنظيم كان كما ينبغي، وأشكره وأشكر جميع الحضور. شكرا. هل تعلم أن الحرس السويسري يحمي البابا في مدينة الفاتيكان منذ أكثر من 500 عام؟ وصل أول الحراس إلى هناك في يناير 1506 ميلادي. نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار باللغة العربية من دياسبورا تي في بسويسرا. شكرا على متابعتكم لنا، نلقاكم قريبا، إلى اللقاء. غريب أو بريمو انفكسيون. Lorsqu'on contracte le VIH pendant un rapport sexuel non protégé, souvent des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe apparaissent quelques jours ou quelques semaines plus tard. C'est ce qu'on appelle la primo-infection. Le virus IH prolifère très rapidement pendant cette phase. Une grande partie des transmissions du VIH surviennent pendant la primo-infection pour deux raisons. D'abord parce que souvent les gens qui se trouvent dans cette phase ne savent pas qu'ils sont contaminés et ils continuent à avoir des rapports sexuels non protégés, notamment quand ils ont un partenaire stable. Ensuite,
la charge virale dans le sang et le sperme est extrêmement élevée pendant la primo-infection. Le risque de contaminer le partenaire sexuel est donc plus important. Les symptômes semblables à ceux de la grippe qui apparaissent après une infection au VIH peuvent être de la fièvre, une sensation d'épuisement, des sueurs nocturnes, des ganglions enflés ou une éruption cutanée. Ces symptômes sont plus ou moins marqués et disparaissent généralement au bout de 3 à 10 jours, même s'ils subsistent parfois plus longtemps. Mais même après leur disparition, on reste particulièrement contagieux pendant quelques semaines. Si des symptômes proches de ceux de la grippe apparaissent après un rapport non protégé, il faut immédiatement consulter un médecin pour évoquer l'éventualité d'une infection au VIH et se faire dépister si nécessaire. On préserve ainsi non seulement sa santé, mais aussi celle de son partenaire sexuel. C'est le seul moyen d'éviter de nouvelles contaminations et cela permet de commencer rapidement le traitement s'il y a infection. L'important, respecter les principes du safer sex tant qu'on n'est pas sûr d'être contaminé ou non, même dans une relation stable. Le safer sex protège non seulement du VIH, mais aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles. Voici les principes du safer sex. Toujours porter un préservatif lors des rapports sexuels. Jamais de sperme ou de sang menstruel dans la bouche. Et consulter immédiatement un médecin si des symptômes grippaux apparaissent après un rapport non protégé. Consultez aussi en cas de démangeaison, de sensation de brûlure ou d'écoulement au niveau des parties génitales. Pour plus d'informations sur le VIH et la primo-infection, rendez-vous sur lovelife.ch.